فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله هذا النص: وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، هل معنى ذلك أن الركاز ليس له نصاب يحسب؟ أي نعم، ليس له نصاب قل أو كثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الخمس ولم يفصل. نعم.